بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا اللقاء هو استمرار لأنشطة البحث التي ينظمها مختبر اللسانيات وأنساق الثقافات، والتي نسعى من خلالها إلى توطين المعرفة اللسانية وتعميمها باللغة العربية، وذلك من خلال تنظيم مثل هذه اللقاءات التكوينية التي نستضيف من خلالها خبراء في اللغة وفي البحث اللساني الحديثي المقارن. وكما لاحظتم من خلال المحاضرة التي قدمها الأستاذ الباحث، فهي ملاحظة يعني تقف عند آخر ما جد واستجد في البحث اللساني الخرائطي، وذلك من خلال إدماج العناصر السياقية في التركيب. كما أن هذا المختبر يعني أنشطته التي كما قلت هي على شكل دورات تكوينية وندوات دولية متخصصة وندوات وطنية إلى آخره، يعني أثمرت مجموعة من الإنتاجات. إذ أصدر المختبر مجموعة من الكتب ب4 لغات، هناك كتب ألفت بالإسبانية وأخرى بالفرنسية وأخرى بالإنجليزية، بالإضافة إلى كم هائل من الكتب التي أصدرها المختبر باللغة العربية، منها ما هو خاص بالترجمة، منها ما هو خاص بالبحث اللساني المقارن. هناك كتب في التركيب وكتب في الدلالة وكتب في تحليل الخطاب إلى آخره. السيدان النواب العلي المحترمون، السيد الكاتب العام المحترم، السيدات والسادة أعضاء مختبر اللسانيات وأنساق الثقافات، السيد محمد وحيدي ضيف المختبر، السيدات والسادة الأساتذة الحضور الكرام، الإخوة الطلبة، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وخير ما نفتتح به هذا اللقاء العلمي المبارك آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ أيوب عقاب، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا. هذا الدرس الافتتاحي أو هذه المحاضرة جاءت أولا تلبية لدعوة كريمة من مختبر اللسانيات وأنساق الثقافات، فيدخلوا في هذا الإطار، وهي محاولة أولا بيداغوجية لتعريف الطلبة الباحثين وعموم المهتمين ببعض الأسئلة والقضايا المتجددة في البحث اللساني المعاصر، وخاصة إشكال العلاقة بين اللغة والسياق التي عادة موضوع يطرح في إطار فلسفة اللغة واللسانيات والذريعيات وأيضا اللسانيات النفسية وغير ذلك. أنا حاولت أن أقدمها من منظور آخر، منظور يقول إن اللغات، إن لغات كثيرة ترمز نحويا في بناها التركيبية بعض المظاهر التي تحدد وجود السياق وخاصة حضور المتكلم. فإذن موضوعها باختصار هو علاقة المتكلم باللغة، ولكن كيف تتمظهر هذه العلاقة في تركيب اللغات الطبيعية. وهذا يدعونا إلى أن نقارب كثيرا من الظواهر التي تدخل عادة ضمن مجال البحث التداولي أو الدريعي، لكن ضمن منظور جديد، ضمن مساءلة جديدة
أي ضمن تصور ونظرية تركيبية تعتمد مفاهيم وسيرورات صورية وشكلية. شكرا لكم. التي تنظمها أو ينظمها مختبر لساميات وأنساق ثقافات. ولا يسعني إلا أن أشكر كل من ساهم في الإعداد لهذا اللقاء، وأخص بالتحديد الأستاذة فاطمة السلاني مديرة المختبر وفريق المختبر من الأساتذة والطلبة والطلبة الدكاترة. كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من شرفنا وحضر إلى هذا اللقاء الذي يشكل قيمة مضافة في سيرورة الأنشطة الثقافية التي تنظمها كلية اللغة العربية، سواء بالنسبة لطلبة الماستر أو بالنسبة لطلبة الجدد. ولا يخفى أن هذه الطفرة التي تعرفها كلية اللغة العربية فيما يتعلق بالبحث العلمي والنشر وإنجاز المحاضرات والندوات إنما مرده إلى 3 مختبرات نشيطة ومتنافسة داخل هذه المؤسسة، الشيء الذي انعكس على العطاء العلمي وترك لنا مجالا واسعا ليس فقط للقيام بمحاضرة شفاهيا ولكن أيضا بالنشر، بحيث إن عدد الكتب التي نشرت في أقل من 2 يتجاوز 15 كتابا تنتمي كلها إلى مختبرات البحث، بالإضافة إلى ما يفوق 60 عنوانا توسطت بها من الكتب التي أنجزها الأساتذة على الفراق. وهذا يضع كلية اللغة العربية في صدارة الكليات داخل القاضي عياض، وهي تشارك اليوم في المعرض الجهوي للكتاب بأكثر من 50 عنوانا لأساتذة كلية اللغة العربية. وهذا يدل على أن البحث العلمي يأخذ في هذه الكلية جزءا كبيرا من وقت الأساتذة. وعندما أتحدث عن البحث العلمي لا أقصد فقط اللغة العربية، بل أصبحت لدينا مؤلفات باللغة الفرنسية بعضها طبع خارج المغرب، وهذا يجسد ذلك الانفتاح اللغوي وذلك العمل الدؤوب الذي ندعو إليه دائما. ينبغي لكل جيل أن يترك بصمة داخل هذه المؤسسة قبل أن يسلمها للجيل المقبل. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أنوه بمختبر لسانيات وأنساق الثقافات على حسن تعاونه وعلى إدارته للأزمات، لأنه أحيانا لا بد أن تكون لدينا مشاكل لأننا لسنا ملائكة في نهاية المطاف، ولكنها كلها مشاكل تؤول إلى الاختلاف في الرأي، وعادة ما نجد حلا عندما نحكم لغة العقل ولغة البرهان في التعامل مع زملائنا، وأيضا عندما نحكم لغة الاحترام، لأن الغاية في نهاية المطاف أن نكون جيلا من الطلبة له القدرة على الانفتاح، وأن يستمع الطلبة إلى محاضرات أخرى لا نجد لها مثيلا في كلية اللغة العربية. وهذا هو سر استقدام العلماء الذين لهم باع طويل في تخصصهم، وسر الاختيار الذي نقوم به في الشخصيات التي نتفق على أن تكون صاحبة المبادرة أو صاحبة يعني حيز تواصل مع الطلبة في التخصصات حتى نفتح أعينهم على مشاريع بحثية في المستقبل. أشكر الأستاذ الجليل سي محمد الوحيدي على تحمله على السفر، وهو غني عن التعريف، ولا شك أنكم ستجدون في هذه المحاضرة ما ينفعكم وما يفتح أعينكم على كثير من الأسئلة، لأننا ألفنا أن من نستقبلهم من الأساتذة
يقدمون أسئلة أكثر مما يقدمون إجابات، لأن ما يحركهم هي الأسئلة، وعندما يكون السؤال حارقا يكون التفكير مستمرا. شكرا لهذا الجيل من الأساتذة الذين رفعوا لواء البحث العلمي في كلية اللغة العربية، وشكرا لطلبتي الأعزاء الذين يشرفوننا دائما بحضورهم الوازن، وشكرا أيضا لمن علمنا في هذه المؤسسة، لأننا دائما نذكر الجيل الحالي ولكن لا نتنكر للجيل السابق الذي علمنا وأرسل قواعد هذه الكلية ورفع أسسها. أتمنى أن يكون إن شاء الله اللقاء ممتعا ومفيدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنصاف الثقافة على خلق دينامية ثقافية وعلمية وازنة داخل كلية اللغة العربية، سواء من خلال الأنشطة البحثية الدقيقة الموجهة للباحثين المتخصصين، أو من خلال الأنشطة التكوينية الموجهة إلى طلاب الدراسات العليا. وعلى هذا الأساس لا نملك إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل والتقدير الكبير لمديرته الجادة دكتورة فاطمة السلامي، ولباقي الفريق النشيط الذي تعددت تخصصاته ولكنها في الحقيقة تشكل نوعا من التكامل المفيد، وتشكل كذلك فسيفساء معرفية متميزة. يقترح علينا المختبر اليوم محاضرة افتتاحية بعنوان دال، هو المتكلم في اللغة من الخطاب إلى التركيب. يتكلف فضيلة الدكتور محمد وحيدي بعرضه داخل هذه القاعة، وحسنا فعل المختبر حين اختار هذا الباحث الجاد المتمكن في مباحث اللسانيات الدقيقة. فمرحبا بالأستاذ الكريم، وشكرا له على كل ما سيقدمه لعموم الباحثين. إن اختيار تيمة المتكلم هو اختيار لتناول علمي شائك، فالمتكلم ليس شخصا مرجعيا وانتهى الكلام، بل تتعدد مظاهره، فهو ذات انشطارية، وهو وجه وقناع، أو قل هو وجه وأقنعة، وهو حسب ذكره وبختي متشابك مع أصواتية وبوليفينية متنوعة. ويكفي أن يرى ذكره أن التالوت الانشطاري للمتكلم هو ذات المتكلمة والقائل والمتلفظ بحسب الترجمات. لا شك أن القضية هي قضية معقدة، والمتكلم عندما يكتب وعندما يتكلم من خلال ما يكتب، نحن ندخل في إطار تعقيدات أخرى، تعقيدات مضاعفة بلا شك. نجدد الشكر لكل الحاضرين، أساتذة وطلبة ومهتمين، ونرحب مرة أخرى بأستاذنا الكريم، وكل الشكر والتقدير لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نختلف به هو لغة الكتابة فقط، كل واحد منا يكتب بلغته التي هو متخصص فيها. إذن قلت كان من نتائج هذه الحركية العلمية عدد هائل من المؤلفات بالعربية وبلغات أخرى، وكذلك الأهم من كل ذلك تكوين جيل من الباحثين. هناك امتداد لهذا المختبر، إذ استطعنا تكوين جيل من الباحثين في اللسانيات أنجزوا بحوثا على درجة عالية من الدقة والتميز. وفي هذا الصدد أريد أن أتوجه بالشكر الجزيل للطلبة الذين انخرطوا في مختبر اللسانيات وأنساق الثقافات
رغم غياب تخصص دقيق في هذه الكلية، وبذلوا في ذلك جهودا جبارة من أجل التواصل مع اللغات وكذلك من أجل الانخراط في البحث اللساني الدقيق. إذن نستضيف في هذا اللقاء نستضيف الأستاذ محمد واحدي في هذا السياق، لأن الأستاذ محمد واحدي هو باحث رصين وأكاديمي وازن، إنه أستاذ مجدد وجدير الاطلاع والنقل والتوطين والتعميم بالعربية. إنه باحث الدكتور محمد واحدي، مدير بنية البحث في اللسانيات وهندسة اللغة بالكلية متعددة التخصصات بالراشدية، والمؤلف في التركيب الخرائطي، تخصص دقيق جدا، وفي التركيب المقارن والتنميط اللساني، والعضو البارز في الجمعية الدولية للسانيات بلاو، وكذلك في جمعية اللسانيات بالمغرب، والمؤطر لعدد من البحوث المتخصصة الدقيقة في اللسانيات. واليوم يحاضر بمداخلة تحمل عنوان المتكلم في اللغة من الخطاب إلى التركيب، مستلهما الطروحات النظرية الحديثة عبر آلية الترجمة، وذلك في اتجاه توطين المعرفة وتثمين الذات والنهوض بتجديد اللغة الوعاء. فله جزيل الشكر إذ لبى دعوة المختبر رغم انشغالاته الكثيرة وبعد المسافة. الشكر موصول أيضا للسيد عميد كلية اللغة العربية والسادة نواب العميد كل من السيد عبد العزيز الحويطق والسيد سعيد العوالي، والشكر أيضا للسيد الكاتب العام وجميع الأطر الإدارية التي تعمل بجد على تيسير السعاب، والشكر أيضا لأعضاء مختبر اللسانيات وأنساق الثقافات، وللسيدات والسادة الأساتذة الحضور الكرام، وللأعزاء الطلبة، وللجنة التنظيم جنود الخفاء، ولجميع الحضور الكرام. ونرجو لهؤلاء الذين قدموا من بعيد، هناك عدد من الطلبة قدموا من مدن متعددة، أبعد عنصر أتانا من تنغير، مرحبا بك، مرحبا بك. إذن نرحب بالجميع ونرجو لهذا اللقاء التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى الجلسة العلمية. إذا كلمة الأستاذ قبل أن أرفع هذه الجلسة، أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل عميد دراسات اللسانية بهذه الكلية، والتي استفدنا كثيرا من علمه الزاخر ومن أخلاقه العالية، إنه أستاذي الجليل عبد العزيز بوضاد، الذي نكن له جميعا داخل على مؤازرته الدائمة، ونحن نستفيد منه نحن جميعا تلاميذ الأستاذ بوضاد، نعم، لغزارة علمه ولأخلاقه العالية رجل أخلاق الامتياز. فنرجو له الصحة والعافية وأن يكون دائما في مؤازرتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين، وبعد السيد العميد المحترم السيدان نائب العميد في البحث العلمي وفي الشؤون التربوية، السيدات الأستاذات الفاضلات، السادة الأساتذة الأفاضل، أيها الحاضرون الكرام، أرحب باسمي وباسم الأستاذات والأساتذة أعضاء مختبر اللسانيات وأنساق الثقافات بأخينا وزميلنا الأستاذ الدكتور محمد وحيدي، الذي تحمل مشاق السفر وزارنا لإلقاء محاضرة تندرج ضمن اهتمامات مختبر اللسانيات وأنساق الثقافات، وهي الاهتمامات المتصلة باللغة وقضاياها من خلال النماذج والنظريات اللسانية وعبر المقاربات التي تنصب عليها بمرجعياتها المختلفة، سواسية وصرافية ومعجمية وتركيبية ودلالية وتداولية. ثم إن الأستاذ وحيدي شارك معنا من قبل في مناقشة بعض الأطاريح الأكاديمية مصوبا ومقترحا لما يمكن أن يكون لبنات علمية تفيد الطالب إذا ما أراد بناء مسار علمي خاص به. إن اللغة بحسب باتيست موريزو هي في الآن نفسه ظاهرة طبيعية
لأنها تتصل بتاريخنا البيولوجي، وظاهرة ثقافية لأنها ترتبط بنوع من التعلم وبسياق اجتماعي. ومن ثم فإن اللغة موضوع لا يمكن فهمه أو تفسيره دون الركون إلى مظهرين من ثنائية طبيعة وثقافة. يقترح الأستاذ وحيد النظر في مفارقة من المفارقات التي تسم اللغات الطبيعية كونها مرتبطة بالسياق ومستقلة عنه في الآن ذاته، مما أدى إلى وجود تصورين. يرى الأول أن وصف اللغة يتم باستقلال عن السياق النحو التوليدي التحويلي، بينما يعمل الثاني على إقامة الصلة بين اللغة والسياق ويتمثل في اللسانيات الوظيفية والتداوليات. يشير الأستاذ المحاضر إلى أن التصور الذي يفصل اللغة عن السياق أعيد النظر فيه، مقترحا تقديم بعض الحجج الاختبارية أو الإمبريقية التي تقوي الأطروحة التي مؤداها أن المتكلم المخاطب جزء من تركيب الجملة. أعطي الكلمة للأستاذ وحيدي للحديث عن هذه الإشكالات النظرية، مجددا له شكري الخالص وشكر الأستاذة فاطمة السلامي مديرة مختبر لسانيات وأنساق الثقافات، وعضوات الأستاذات عضوات والأساتذة الأعضاء مختبر لسانيات وأنساق الثقافات، والله ولي التوفيق ومولاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. السيد عميد كلية اللغة العربية المحترم أستاذ دكتور أحمد قادم، السيدان نائبا العميد المكلفان بالشؤون البيداغوجية والعلمية أستاذ دكتور العزيز الحويدق أستاذ دكتور سعيد العوادي المحترمين، السيدة مديرة مختبر لسانيات وأنساق الثقافات المحترمة الأستاذة الدكتورة فاطمة السلامي، زملائي الأكارم أساتذة كلية اللغة العربية ومشتغلين به مختبر، الطلبة الأعزاء، الحضور الكرام، بداية لا بد أن أعبر مرة أخرى عن سعادتي الغامرة وأنا أحل بينكم في هذه الكلية العامرة مرة أخرى بين زملاء أعزاء نودهم ونقدرهم، وأشكر هذه الكلية على الدعوة الكريمة التي شرفتني بها بالإسهام في هذه الأنشطة المتواترة التي تدل على حيوية هذه الكلية وأساتذتها وطلبتها. كما أود أن أشكر الأخت الفاضلة الزميلة العزيزة باحثة المقتدرة الأستاذة دكتورة فاطمة السلامي على الدعوة الكريمة، ولأسهم بنصيب يسير في أنشطة هذا المختبر وأنشطة هذه الكلية في افتتاح هذا الموسم الجامعي الذي أرجو الله أن يكلل جهودكم جميعا بالتوفيق والسداد، والله ولي التوفيق. أيها السادة الأكارم، الموضوع الذي سأتحدث فيه اليوم
والذي اخترت له عنوان المتكلم في اللغة من الخطاب إلى التركيب، هو موضوع كما أشار أحد الإخوة السيد الرئيس أستاذ الزميل عبد العزيز بوضات إلى أنه موضوع شائك، لأنه يوجد في تقاطع مجموعة من الحقول والرؤى المختلفة. عندما نذكر المتكلم فإن ما يتبادر إلى الذهن مباشرة هو السياق. هناك علاقة وثيقة بين المتكلم والسياق، لأن المتكلم ينتج ملفوظات أو خطابات أو نصوصا في سياق معين، سياق ثقافي، سياق اجتماعي ونحو ذلك. وهذا يطبع اللغة بما يمكن تسميته بمفارقة السياق. عندما نتأمل اللغة أو علاقة المتكلم باللغة، هي تبدو علاقة عادية وبديهية، بمعنى لا نحتاج أن نثبت أن اللغة أو أن هناك علاقة بين المتكلم واللغة. فسواء تبنينا منظورا داخليا أو داخلانيا internalist كالذي يتبناه تشومسكي مثلا، فاللغة هي تمثيل ذهني في ذهن المتكلم الفرد، هو يعزلها عن السياق. تشومسكي ينظر إلى اللغة باعتبارها تمثيلات داخلية ولا يعير السياق اهتمام. أو تبنينا المنظور المعاكس، وهو المنظور الخارجي الذي يعتبر أن اللغة هي سلوك تحاوري تشاركي بين مخاطبين، بين المتكلمين ومخاطبين في سياق معين. فإذا هناك حضور بشكل من الأشكال للمتكلم، لكن في الحقيقة هناك رؤى مختلفة كما أشار إلى ذلك الأستاذ عبد العزيز بوضات في مقدمته. وهذا يخلق نوعا من المفارقة في اللغة. فاللغة تبدو من جهة كما لو كانت مستقلة عن السياق، بمعنى أنه يمكن أن ننتج جملا لا نحتاج في تأويلها إلى سياق، كأن نقول مثلا الأمثلة التي أشرت إلى هناك، الأشباح تسكن الغرفة أو الأفكار تنام. فهذه الجملة تبدو معناها بشكل من الأشكال غير معقول. أو الجملة الشهيرة التي أوردها تشومسكي في أول كتبه سنة 57، والتي استدل بها على أن اللغة يمكن أن نمثلها، يمكن أن ندرسها في استقلال عن أي سياق، بل وفي استقلال عن الدلالة، باعتبار أن الجمل هي بنى صورية. فعندما نقول الجملة الشهيرة colorless green ideas sleep furiously، جملة تشومسكي الشهيرة، الأفكار الخضراء وعديمة اللون تنام بغضب أو شيء من القبيل، هذه جملة تبدو من الناحية الدلالية غير معقولة وعبثية، ولكنها نحوية. وهذا من الأدلة الأولى التي استعملها تشومسكي للدلالة على أن اللغة لا نحتاج في تمثيلها وفهمها للسياق. ولذلك أقصى الدلالة وبدا متشككا في البداية، ثم عاد بطبيعة الحال لإدماجها تدريجيا في بنية النحو. لكن من جهة أخرى هناك عبارات في اللغة لا يمكن أن تفهم إلا داخل السياق، كالإشاريات مثلا، سواء ضمائر الإشارية كالمتكلم والمخاطب. فأنا عندما أقول أنا كضمير أو أنت لها محتوى معجمي، ولكنها لا تفهم إلا بالنظر إلى من يصدرها، فأنا هو المتكلم. وعندما أغير، عندما تنطق أنت أنا، تصبح أنت المتكلم وكذلك أنت. فإذا هذه العبارات وذلك ضمائر أو الإشاريات عموما كأسماء الإشارة وظروف الزمان وغير ذلك، فإذا وجود هذه الظواهر يدل على أن اللغة لا تفهم إلا داخل سياق. هذان المنظوران هما اللذان بررا رؤيتين للغة في علاقتها بالمتكلم. هناك وهما رؤيتان كان بينهما نوع من الاتصال أو الانفصال.
رؤية ترى أنه يمكن أن ندرس اللغة كنسق شكلي مستقل عن أي سياق، وهذه الرؤية تبلورت أساسا عند البنيوي الأوروبية أو البنيوي الأمريكية، ثم كرسها شومسكي في الرؤية التولية التي تعتبر اللغة نسقا معرفيا داخليا داخل الذهن، ولا يحيل بالضرورة على شيء خارجي. كما يقول شومسكي: الأفكار في الرأس، أو المينين أو المعنى في الرأس، ولا علاقة له بالعالم الخارجي. بينما بالمقابل هناك اتجاه آخر يرى أن اللغة لا تفهم إلا في سياق تفاعلي، وأن اللغة أساسا إنتاج تواصلي تفهم بالنظر إلى المتكلمين. الرؤية الأولى كما قلت تبلورت أساسا عند في النظرية التوليدية التي تركز على التركيب باعتباره نسقا توليديا لا يحتاج، أو الدلالة تأتي فيما بعد. وبالنسبة للتداوليات أو الدريعيات هي تأتي بالنسبة لشومسكية نسق خارجي. والرؤية الثانية تبلورت أساسا في فلسفة اللغة مع فلاسفة اللغة، ثم تطورت فيما بعد إلى ما يسمى الدريعيات أو التداوليات براغماتيكس. فإذا وجد نوع من الانفصال بين هاتين الرؤيتين. هذه الإشكالية سأحاول أن أقاربها من منظور آخر، بمعنى من منظور تركيبي. مفهوم السياق أو المتكلم هنا سأحاول أن أوضح أطروحه، أن هذا السياق الذي يظن أنه شيء خارج اللغة هو في الحقيقة جزء من اللغة، جزء من البنية التركيبية، وله ما يبرره وما يدعو إلى تمثيله داخل اللغة. الإشكاليات كما هو واضح أمامكم، هناك إشكالات عامة ترتبط بهذا الموضوع. إلى أي مدى يمكن أن يرمز التركيب المعنى؟ بمعنى التركيب هو نسق صوري، نسق شكلي، أي يهتم بالقواعد التي أو السيرورات التي تبني الجمل. هل هو نسق صوري فعلا؟ أم إنه في الحقيقة يشتغل بأشياء ترتبط بالدلالة، سمات دلالية وربما سمات تداولية أو ذريعية؟ هل يمكن بناء نظرية تركيبية للسياق؟ وهذا هو الجديد، لأن السياق يرتبط عادة كما سأشير ذلك لاحقا بالذريعيات أو التداوليات. هل حضور المتكلم أو المخاطب يستنتج من السياق؟ لأن الذريعيات هي ترتبط بما يسمى بالإنفيرنس، أي نستنتج كثير من الأشياء غير الموجودة في الخطاب ولكن نستنتجها من السياق. فهل حضور المتكلم أو المخاطب يستنتج من السياق ذريعيا، أم إن في البنية التركيبية والنحوية ما يدل على حضوره؟ هذه الإشكالية العامة يمكن أن نقاربها من خلال طرح مجموعة من الأسئلة. ما هي طبيعة التفاعل بين التركيب والخطاب؟ كيف ينبغي تمثيل هذا التفاعل؟ كيف يمكن تمثيل سياق القول داخل التركيب؟ وما هي البنية التركيبية الداخلية للمكون السياقي الذريعي؟ بمعنى أن المقاربة التي سأوضحها وأحاول الدفاع عنها هي مقاربة تركيبية للسياق باعتباري تركيبيا، بمعنى أن هذه الأطروحة هي محاولة لإدماج السياق في التركيب من منظور التوليد. هذا السياق الذي اجتهدت شومسكي لاستبعاده، هناك أبحاث تبلورت خلال العقدين الماضيين لمحاولة إعادة إدماج بعض المكونات أو الخصائص الذريعية ضمن تصور تركيبي، وهو التصور التوليدي. الأطروحة التي سأحاول أن أبرز بعض معالمها: السياق اللغوي، طبعا لاحقا سأحاول أن أعرف السياق اللغوي أو سياق القول هو جزء من النحو ويملك بنية داخلية. المتكلم، وهذا الجديد، المتكلم والمخاطب موضوعان تركيبيان يسقطان داخل البنية التركيبية
ويخضعان لنفس السيرورات الحاسوبية التي تبني الموضوعات التركيبية. الفكرة الثالثة، هناك طبقة أو مستوى تركيبي، طبعا هناك بعض الأشياء التقنية سأحاول أن أخفف منها قدر المستطاع، ولكن هي ضرورية. هناك مستوى تركيبي يمثل للمخاطب والمتكلم داخل الجملة، يسميه كثيرون إسقاط فعل الكلام. طبعا لأن عندما نقول المتكلم مباشرة يذهب الذهن إلى مفهوم فعل الكلام، إلى أشياء كثيرة ضمن أو المباحث التقليدية للذريعيات أو التداوليات، لكن الموضوع المحوري هو ما يسمى بفعل الكلام. هذه الفكرة، هذا المقصود بالتمثيل التركيبي، هو أن في التشجيرين الوجودين أم يكون هناك المستوى الأدنى يمثل للإسقاطات التقليدية للجملة والمركب الإسمي أو المركب الحدي، لكن الجديد هو أنه يمكن أن نضيف مستوى آخر في الأعلى، أعلى في أعلى الجملة، يمثل لحضور المتكلم والمخاطب، هو الذي يسمى بنية فعل الكلام أو إسقاط فعل الكلام، الذي يرمز حضور المتكلم وحضور المخاطب. وهنا نوع من التوازي المعروف في الأدبيات، هناك توازن بين بنية الجملة وبنية المركب الإسمي، ينعكس أيضا حتى في هذا التصور الجديد ويمثل له داخل هذا التصور الجديد. لكن قبل أن أدخل إلى هذه الأشياء التقنية، لا بد أن أمهد لذلك بالمشهد العام للأشياء التي أتحدث عنها. المنطلق هو هذا التمييز، هناك تمييز ثلاثي معروف في الأدبيات تميز الحقول الأساسية للدرس اللساني لتمثيل مستويات. إذا نحينا جانبان ما يتعلق بالصواتة والصرافة باعتبارهما جزءا من النحو أو أشكال من التركيب، هناك هذا التمييز الذي يعود في الأصل إلى السيميائي المعروف شارل موريس الذي ينسب له تأسيس الذريعيات. شارل موريس هو الذي قسم الدرس أو الدرس الذي يهتم أو ما يسميه هو نظرية العلامة إلى ثلاثة مكونات، هي التركيب والدلالة والذريعيات، syntax, semantics and pragmatics. انطلاقا من كيف ننظر إلى العلامة، كيف ننظر إلى العلامة، التركيب هو إجمالا موضوعه هو كيف تأتلف العلامات في بينها باعتبارها رموزا شكلية أو رموز، أي العلائق بين العلامات نفسها. والدلالة أو الدلالة تعالج العلاقة بين العلامات ومعيناتها أو مسمياتها، أي ما تدل عليه. أما الذريعيات فهي علم يدرس العلاقة بين العلامات ومؤوليها، أي المتكلم والمخاطب، وهذا طبعا الحال يدخلنا إلى ما يسمى باستخدام اللغة أو استعمالها. هذا التمييز الثلاثي هو الذي سيعاد إنتاجه في الأدبيات اللسانية من خلال الفروع اللسانية المعروفة، وهو الذي طرح مسألة معروفة في الدرس اللساني وهي مسألة الحدود. من جهة، ما الحدود بين النحو والذريعية؟ النحو بمعنى أي كنسق داخلي، نسق داخلي، والذريعيات باعتبار أنها دراسة لما هو خارج اللغة، لأن السياق هو شيء خارج اللغة. ثم هناك أيضا إشكال آخر معروف، وهو الحدود بين الدلالة والذريعيات، باعتبار أن هناك من يقول إن المعنى يمكن أن ندرسه من زاويتين، المعنى الصدقي أي الذي تهتم به الدلالة، والمعنى الاستعمالي أو المعنى القصدي أو معنى المتكلم أو المعنى اللاصدقي. هذه المسألة الحدود والأطروحة التي سأوضحها هي تعيد مسألة هذه الحدود، تعيد تشكيل الصورة هذه المكونات الثلاثة. من جهة، العلاقة بين النحو والذريعيات هي مسألة الحد بين
الشكل والمحتوى. الشكل الذي يتم به التركيب والمحتوى الذي تتم به الدلالة وأيضا الدرعيات. ثم هناك كما قلت مسألة الحد بين الدلالة والدرعيات، باعتبار أن الدلالة أو الدلالة تدرس المعنى الصدقي غير المرتبط بالسياق، أي المعاني الجمل التي تتحدث بشروط صدقها وهو ما يرتبط بالقضايا. أما الدرعيات فهي التي تدرس المعنى الذي يحدده السياق أو المعنى المستنتج، المعنى المستنتج أي المعنى في سياقات استخدامه. هذا التمييز الثلاثي كان أساس تبلور اتجاهات في البحث متوازية، بمعنى أنها ليس بينها نوع من التقاطع. هناك من جهة أدبيات التوليدية مع تشومسكي التي تركز على التركيب، موضوعها المركزي هو التركيب، أي وصف السيرورات التوليدية التي تنشئ البناء التركيبي وفق نموذج اشتقاقي، وهي مستقلة. هذه أطروحة تشومسكي التي يدافع عنها دائما، وهي أن هذه السيرورات لا علاقة لها بالدلالة، بمعنى أنها مستقلة عن الدلالة، يمكن أن تتفاعل لاحقا مع مكون الدلالي، ولكنها سيرورات شكلية، سيرورات صورية. ثم هي تقوم على أطروحة أساسية تسمى عادة في الأدبيات، وإن كان تشومسكي يتشكك في ذلك، هي أطروحة ما يسمى مركزية التركيب أو استقلال التركيب، أن التركيب توليدي والدلالة تأويلية كما تعلم. ثم أن بالنسبة لتشومسكي إذا كان يتشكك في أهمية الدلالة، لأن بالنسبة إليه كما يقول في كثير من المناسبات أن الدلالة هي تركيب في النهاية بالنسبة إليه، فهو أيضا يقصي من باب أولى السياق. السياق حتى إن وجد هناك شيء مرتبط بالسياق فهو يتركه لما يسميه الوجائه الخارجية التي يتفاعل فيها التركيب مع الدلالة، أي مع الأنساق الخارجي للغة. هذا التصور الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني هو الدلالة الصورية، أي التصور الذي يدرس الدلالة ولكن في استقلال عن الاستعمال، في استقلال عن، يركز على الدلالة بمعناها الصدقي، ويحاول همه هو أن يركز على الآليات الصورية، أي استخدام آليات المنطق ووصف بها وأن يصف بها المعنى. وهي تقوم على مبدأين، التأليفية، وهذا المبدأ يعود إلى المنطقي الألماني فرايجل، أن معنى الكل تابع لمعاني الأجزاء، وأن المعنى يعادل شروط الصدق، أي أن المعنى صدقي. الاتجاه الثالث هو ما يسمى بفلسفة اللغة العادية أو فلاسفة أوكسفورد، الذين تحدرت من آرائهم وأفكارهم الدرعيات بطبيعة الحال بناء على ما قدمه شارل موريس كما أشرت في ذلك من قبل. فلسفة اللغة العادية أو الدرعية تركز أولا على مقاربة وصفية للغة الطبيعية، أي اللغة في سياق طبيعي، ثم التشديد على البعد الدرعي في اللغة الطبيعية بدلا من الصورة المنطقية. والفكرة الثالثة، لا يمكن إسناد الإحالة أو الصدق للعبارات اللغوية بمعزل عن استخدامها. كخلاصة يمكن القول إن الدلالة إذن هي الدراسة الصورية للمعنى وشروط الصدق، أما الدرعيات فهي دراسة اللغة في الاستعمال. هذا التمايز تولد عنه ما تسميه ميرا أريال، لها كتابان خصصتهما لهذه المسألة، مسألة العلاقة بين أو الحدود بين الدرعيات والنحو، ولها كتاب معروف الدرعيات والنحو Pragmatics and Grammar. تبلور ما تسميه الصورة المتلى أو الكاملة، التي تقول إن هناك نحو وهناك درعيات وهما مستقلان، بمعنى أن النحو يتم بشيء لا علاقة له بما تتم به الدرعيات. هناك ظواهر نحوية خالصة وهناك ظواهر درعية خالصة ولا تقاطع بينهما، وهذا مبني على المعايير التي هي موضوعة أمامكم، وهي التي تبرر أن هناك تمايزا بين ظواهر نحوية وظواهر درعية. طبعا الحال النحو هنا يدمج أيضا الدلالة، وهي قائمة على أن أساسا
فكرة أن النحو مستقل عن السياق، بينما الدارعية تدرس ظواهر مرتبطة بالسياق، وهذا نوع من الانفصال بينهم. وهذه المعايير موضوعة أمامكم ولن أفصل فيها، بطبيعة الحال من أراد الورقة يمكن أن أزوده بها لاحقا. إذا الفكرة التي تولدت أساسا هي هذا الاستقلال أو هذا الانفصال بين ما هو ذريعي وما هو نحوي. قبل أن أمر إلى بلورات الأطروحة التي سأدافع عنها، نشير تحدثنا عن السياق، ومن المفارقات أن السياق كما يقول تيم وارتون أن كل شيء في الدارعيات مرتبط بالسياق، أو أن في الدارعيات السياق هو كل شيء، لكن المفارقة هو أن الجميع يكادون يجمعون على أنه يصعب تعريف السياق. السياق غير منضبط، يصعب ضبطه، هناك تصور لمفهوم السياق ولكن يصعب الخروج بتعريف دقيق ومضبوط للسياق. لكن عادة أو عندما نذكر السياق فإنه يشير إلى المكونات الآتية: إما السياق اللساني، أي النظر إلى الجملة أو القول في علاقته بالأقوال السابقة، أو السياق الخارجي، أي الخارج لساني، أي المحيط الخارجي الذي تستخدم فيه الأقوال. ثم هناك الجانب المرتبط بالطبيعة السوسيوثقافية للحدث التواصلي والوضع الاجتماعي، وأيضا مجموع المعتقدات المشتركة التي يبني عليها المتكلمون والمخاطبون استنتاجاته. لأن الدارعيات هي الاستنتاج، كيف أستطيع أن أقرأ وأستنتج أن هذا الذي يقصده المتكلم؟ لا يتم ذلك إلا بناء على مواضعات مشتركة أو أشياء مشتركة بينهما، هي التي تسمى القاسم المشترك أو الأساس المشترك الكامن جراوند. الآن أمر إلى الموضوع الأساس لهذه لهذا العرض، وهو بناء تصور لعلاقة التركيب والسياق. وبشكل مجمل الفكرة التي سأوضحها هي أن السياق كما قلنا لا يمكن أن نفهمه إلا داخل تصور لنساج النحو، أي هندسة النحو التي دافع عنها أو التي برولها تشومسكي، ولكن طبعا الحال مع محاولة إدماج السياق داخلها كما سأوضح لاحق. هذه الأطروحة لا بد من تأسيسها، وهذا الذي سأتناوله من خلال هذه العناصر بالتدريج. أولا، لتقديم تصور حول موقع التركيب أو النحو بشكل عام داخل نساج النحو، أو لنقول تصور مدمج للتركيب داخل السياق. فإذا هذا التصور، أي دمج التركيب أو دمج السياق في التركيب، هو يتحقق ويمكن تمثيله وتنفيذه داخل هذا التصور اللي سميناه تصور نساجي، وهو تصور خرائي. طبعا الحال هناك تفصيلات، لقينا كل مجال خصوصا من المجال الصرفي إلى المجال الأعلى فيه في الحقيقة إسقاطات أخرى يمكن تفتيته أو تفكيكه، ومن هنا تسمية المقاربة الخرائطية. فإذا داخل هذا التصور بشكل عام، داخل هذا التصور النساجي، يمكن أن نفهم حضور السياق. النقطة الثالثة هو كما قلت، بمعنى أن في حق لا يهمني المسألة التي أحاول إيضاحها ليس في حق دور السياق، يعني لا أحاول، لأنه هو يبدو كأنه شيء أصبح مفروغا منه. لذلك تبنوا حتى أولئك الذين كانوا باستثناء شومسكي، لأن شومسكي ما زال على العهد القديم، لكن هناك توليديون الآن يعتبرون أن السياق ينبغي أن يمثل، هذه الأطروحة ينبغي أن يمثل داخله، لكن يمثله داخل تصور عام للنحو، داخل هندسة عامة للنحو، وهي الهندسة التي بشكل من الأشكال دفع عنها شومسكي. فإذا أولا هناك التصور العام القائم الذي يقول
طبعا الحال تشومسكي في تصوره يفهم، اصبح يدافع عن مفهومين للغه، ملكه اللغه. هناك ما يسميه ملكه اللغه بالمعنى الواسع، اي اللغه او الملكه التي تضم انساق اخرى غير لغويه وتتفاعل مع انساق لغويه او غير لغوي كالادراكي وغير ذلك، من اي التي تضم نسقين غير لغويين، هما النسق التصوري القصدي اي نسق الفكر، ونسق الانتاج والفهم او النسق النطقي الذي يهتم باخراج او تخريج اللغه. ثم هناك اللغه بمعناها الضيق او الملكه اللغويه بمعنى الضيق، اي التي تشير فقط الى السيرورات الداخليه وهي الخاصه بالانسان، هي التي لا نجد لها نظيرا عند الكائنات الاخرى، وهي التي تشير في حقها الى التركيب او ما يسميه. هناك عمليه فرضيه يدافع عنها تشومسكي لكن يجادل بشانها في الحقيقه، وهي ان الانسان له قدره غير موجوده عند البشر وهي او عند الاخرين، عند الحيوانات الاخرى او الكائنات الاخرى، وهي قدرته على التوليد اللانهائي، بمعنى انه يمكن ان هذه اللغه يمكن ان نولد من عدد محدود من العناصر بنى لا نهائيه. هذه القدره هذه من المسؤول عنها؟ مسؤول عنها عمليه يسميها ضم او اغصان او ميرج، بمعنى ناخذ عنصرين ونجمعهما او نضمهما لتكوين عنصر جديد او مجموعه او مكون جديد بطريقه تكراريه لا نهائيه، وهي التي تعطي القدره التوليديه في اللغه والتي لا توجد في انساق التواصل الاخرى. هذا النسق هو الذي نرمز اليه بالخطاط الموجوده امامكم. هناك عمليه اساسيه في اللغه هي المسؤوله عن الحوسبه. الحوسبه معنى توليد البنى، توليد البنى انطلاقا من المفردات، وهذه هذا المنتوج ما ينتجه تنتجه عمليه الحوسبه يذهب الى او يتفاعل مع نسقين خارجيين. نسق بمعنى ان ما ينتجه التركيب كما يقول تشومسكي ينبغي ان يكون مقروءا او مؤولا من الفكر، وايضا قابلا للنطق اي من النسق الحس حركي. ما ينتجه التركيب ينبغي ان يكون مؤولا من الانساق الخارجيه. فهذا التصور هنا ليس هناك مكان للسياق طبعا بالنسبه لتشومسكي لانه لا يعنيه في الحقيقه، لذلك لم يدمج، وحتى ان وجد يمكن ان يكون جزءا من النسق القصدي اي التاويلي. وبالنسبه لتشومسكي في حقه تعرفوا ان تشومسكي في حقه ملبس، يمكن ان يشير الى الراي وقد يذكر نقيضه في مناسبه اخرى، وهذا الذي يفتح الباب على التاويل، وقد يقول في فكره ويقول انا لا افهمها بهذا الشكل. فلذلك عندما تبحثون مثلا تقرؤون بعض الفقرات تشومسكي كان مبدئيا يرفض ان تكون اللغه التواصل، ولا يتحدث في حقه عن شيء اسمه الدريعي، لانه عنده تصور خاص حتى للدلاله، تصور داخلي. وفي هذا الشان كان يعارض كواين وغيره من المصداقيين او الخارجيين. لكن في بعض المناسبات يشير الى التاويل بمكونين، مكونه الدلالي والذريعي، بمعنى انه بشكل من الاشكال يعيد، لكن بشكل عام هو لا يعنيه السياق. فاذا السؤال هو كيف يمكن ان ندمج السياق داخل هذا هذا هذا, هذا النسق. طبعا الحال هنا تندخلوا في ما يسمى ب تشومسكي عنده آلية في هذا النسق يتيح آلية لربط التركيب كمكون داخلي بالأشياء الأخرى الخارجية، ولذلك نتحدث مثلا عن ما يسمى بالوجيهات، وجيهة التركيب دلالة أو وجيهة التركيب صيوات، وهناك الحديث عن مزيد ما يسمى بوجيهة التركيب ذريعية سينتاكس براغماتكس انترفيس، بمعنى هذه الأشياء المرتبطة بالسياق وكل ما يرتبط بالإشاريات والإحالة وغير ذلك وأفعال الكلام يدخل ضمن هذه العلاقة اللي هي في حقها علاقة وجيهية. ما معنى وجيهية؟ ما عندهاش علاقة بالتركيب نفسه، ليس جزءا من التركيب، ولكن تؤول فيما هو في تفاعل النسق الداخلي مع الأنساق الخارجية. هذه الوجيهة، وجيهة التركيب والخطاب كما قلنا أو الذريعيات، تقوم على افتراضين. أولا
أن التفاعل اللغوي ليس جزءا من الملكة اللغوية كما أشرت، وأن التواصل خاصية للتخريج بمعنى ليس جزءا من اللغة. لكن هذه الفكرة كما أشرت هناك ما يدل طبعا حال سأشير لاحقا إلى ما يثبت أن ليست فقط اللغة للتواصل، بل أن هناك مظاهر تركيبية ونحوية تشير إلى حضور المتكلم، وهو موضوع هذا العرض. هناك طريقتان للتعامل مع هذا المكون السياقي، أقصد هنا داخل هذا التصور الذي نتبناه، وهو هذه الهندسة للنحو. أي ما من هذه الهندسة؟ عندي معجم، انطلاقا من هذا المعجم هناك عملية حاسوبية تبني موضوعات تركيبية أو بنى تركيبية، وهذه البنى التركيبية تؤول في الوجائي الخارجي، وأنا لا أتحدث خارج هذا النسق. هناك طريقتان لإدماج السياق، إما أن نستخدم أن السياق وما يرتبط به هو جزء من هذه الوجيهة، وجيهة بين التركيب والدريعيات أو من الخطاب، وهي وجيهة خارجية قد تكون جزءا من النسق القصدي التصوري وقد تكون مستقلة عنه. أو مثلا الهندسة الموجودة أمامكم تشير إلى أن الدريعيات جزء أو تتفاعل بشكل خارجي مع النسق، بمعنى أن في الحقيقة احنا نتبنى أن الموضوعات التركيبية يتم توسيعها في لحظة معينة. مثلا عندي معجم مفردات ذنبني انطلاقا من معجم، هذا المعجم هناك عمليات حاسوبية هي عملية تركيبية تكون موضوعات نشير إليها سيجما، بمعنى الموضوع التركيب الموضوع أو الجملة بالمعنى الصوري أو البنية بالمعنى الصوري. هنا يمكن أن تتدخل الذريعيات أي ما ارتبط بالسياق لتوليد بنية موسعة يلس من هنا سيجما ذريعي أو مكون موسع بالمعلومات الذريعية، وهذه هي التي تنتج فيما بعد الخطاب. فإذا المكون السياقي يمكن إدماجه عبر ربط المكون التركيبي بمكونات خارجية اللي هي الذريعيات أو الخطاب. لكن هناك فكرة أخرى وهي أيضا محل نقاش، وهي التي سأوضحها والتي عليها مدار هذا الحديث، وهي أن التركيب نفسه يرمز يشفر جزءا من المعنى وجزءا من السياق، بمعنى أن السمات الذريعية أو الدلالية هي في الحقيقة جزء من التركيب نفسه، وهذه بحق بين من التصور التي أشر تصور الخارطة اللي شفنا قبيلة، عندما نتحدث عن أدوار دلالية، عن حمل، عن قوة، عن بؤرة داخل الإسقاطات التركيبية، فهذه معلومات حقيقة غير تركيبية، هي معلومات دلالية ودريعية ولكنها جزء من التركيب، أي جزء من الحوسبة نفسها. وهذا هو الجديد، أي أن المكون التركيبي نفسه أي النسق الحاسوبي يضطلع بتوليد وتمثيل المظاهر التفاعلية للغة، أي ما يسمى المظاهر الدريعية أو الخطابية، أي أن المظاهر الدريعية أو الخطابية جزء من النساج النحو. طبعا الحال هنا ندخل الجزء لنقول الإمبريقي في العرض، وهو أن النحو لا يشكل فقط المحتوى القضوي التصوري، ولكنه يبني ويبنين أي يعطي بنية للمعنى الدارعي والمعنى الاستعمالي. مثلا هنا كاين مجموعة من المعطيات، هناك في لغات كثيرة وسأعطي بعض الأمثلة لاحقا ترميز نحوي صرف تركيبي لمفاهيم ذريعية، سواء فعل الكلام، ولذلك شينكوي هذا أيضا لسان إيطالي مشهور من 94 بدأ يطور هذا معاريتزي يطور هذا ما يسمى بالمقاربة الخارطية، والتي تحاول أن تحدد تمفصولات الجملة ومواقع العناصر. يقول إن هناك في كثير من اللغات صرفات أو عناصر نحوية تدل على معاني ليست فقط دلالية ولكنها ذريعية، كفعل الكلام وما يسميه العناصر التقييمية، أي التي تبدي موقف المتكلم أو دوره أو رأيه في
شيء ما. حتى المقولات النحوية التقليدية كالزمن و في الزمن، عندما نقول مثلا الزمن هو مقولة نحوية، مقولة نحوية أي صرف تركيبية لها علامات تركيبية. الزمن له علامات نحوية، لكن هذه المقولة تربط عناصر خارجية، لأن الزمن مقولة الزمن هي تربط بين زمن بين ثلاثة أزمان، هي زمن حدث تصور رايشنباخ، وأنا أعيد تذكير بما أنجزه الطالب مولاي نور الدين الإدريسي الذي ناقشنا أطروحته مؤخرا حول تصور رايشنباخ، أن الزمن هو تفاعل بين ثلاثة أزمنة، هي زمن الحدث وزمن القول وزمن الإحالة، زمن الإحالة، زمن القول أو زمن المتكلم، وزمن الحدث. الشخص، مفهوم الشخص أيضا، وهذه هذه المقولات اللي يمكن أن نقول يتفاعل فيها ما هو نحوي وما هو تركيبي. وسأعطي بعض الأمثلة التي تبين أن كاين بعض المقولات اللي كانوا ينظروا إليها من قبل باعتبارها مقولة نحوية خالصة تطابق، تطابق بالنسبة لتشومسكي هو مقولة شكلية لا علاقة لها بالدلالة، ولذلك في التطابق هو سمة غير مؤولة. ويتساءل تشومسكي فيه لماذا يوجد التطابق أصلا في اللغة، لكن هناك أمثلة تظهر أن التطابق ليس فقط، سأوضح سأعطيها لاحقا، أنه ليس فقط مقولة نحوية ولكنه أيضا مقولة يمكن أن تشير إلى حضور المتكلم. إذن فهذه المقولات النحوية لها آثار ذريعية أو تداولية، أي تشير إلى حضور المتكلم. فإذا هناك مظاهر كما سأشير ذلك. إذا النحو يبين المواقف الذهنية التي يعبر عنها المتكلمون، وكذلك التفاعل اللساني الاجتماعي. وهذا قد يكون دليلا أو حجة لكي ندافع كما نفعل عن تصور لبنية أو هندسة النحو أو هندسة الجملة ترمز ليس فقط الجوانب الدليلية ولكن أيضا الجوانب الذريعية. فالمشاركون، أي أن المكون التفاعلي هو جزء من صميم من الهيكل التركيبي. فإذا الأطروحة كما أشرنا المشاركون في الخطاب أي المتكلم والمخاطب موضوعات تركيبية وليس فقط موضوعات خطابية. لأن أعيد التذكير، إحنا عندما نقول المتكلم فقط نشير إليه كموضوع كمنتج للخطاب، يعني هو عنصر خارجي، لكن الفكرة هو أنه ليس فقط منتج ولكن له حضور. هذا الإنتاج هناك ما يبرر أن له أن هذا الحضور مرمز نحويا، مرمز نحويا كما سنبرر. إذا هذه الفكرة، هذه الأطروحة هي التي كما قلت تبلورت في لها أصول، ولكن هي برنامج بحث يشتغل عليه كثير من الباحثين، له تسميات كثيرة في الحقيقة، لكن من يشير ما يسمى بتركيبية الخطاب، لا سينتاكتيسيزاسيون دو ديسكور، أي جعل التركيب، جعل الخطاب اللي هو موضوع خارج التركيب في الحقيقة. الخطاب هو عادة يشير الخطاب بأنه أكبر من الجملة، التركيب يهتم بالجملة بينما الخطاب يهتم بما هو أكبر منه، النص أو القول الذي يدمج السياق ويدمج المتكلم. فإذا هذا المشروع الذي اشتغل عليه مجموعة من الباحثين، وسأشير ذلك لاحقا، وتبلور في مجموعة من المؤلفات، أشير فقط منها إلى ثلاثة، أشير إليها لأنها حديثة في الحقيقة، وهي تشير إلى أن هذا البرنامج برنامج بحثي يشتغل عليه باحث من آفاق مختلفة وله طرق تقنية مختلفة للتنفيذ، ولكنه يقوم على أطروحة نفسها، أطروحة أن المتكلم أو ما يسمى بأفعال الكلام أو كل ما يتعلق بالخطاب ليس جزءا خارجا التركيب، بل هو جزء ومكون صميم في التركيب، وأنه يخضع لنفس السيرورات كما سنرى. هذه الكتب كلها صادرة في 21 و22، كتاب نحو اللغة التفاعلية لمارتينا ويلتشكو، وأيضا كتاب مياغاوا، هذا في حق بدأ اشتغال على هذا الموضوع، له كتاب معروف أطروحته
التي نشرها وهي حول التطابق، له كتب في التطابق، وهو من الأوائل الذي بدأ يبحث في التطابق وآثاره الذريعي، بمعنى التطابق ليس فقط علاقة شكلية ولكن له. ثم هناك كتاب لأليس كور نحو القول أو The Grammar of Utterance، هذه نماذج. فإذا هو مشروع أو هو برنامج بحث يشتغل في هذا الإطار وفي هذا الأفق. هذا التصور النتاجي هو الذي أشرنا إلى بعضها من نماذجهم الواحد، ولكن يمكن بنيانته بهذا الشكل. الفكرة هو أن هناك مكونين في الجملة، وهما مكونان مدمجان، مكون وهما علاقة بالبنية الأولى التي تحدثت عنها، أن هناك بنية فعل الكلام أو إسقاط لفعل الكلام يعلو الإسقاط الجملي أو الإسقاط الحدي. الذي قسم موريس الذي قسم العلوم التي تنضوي تحت السيميوتيقا إلى التركيب والدلالة والتداول، النقد الذي وجه إلى هذا المقترح هو أنه تصور هذه العلوم أو هذه المكونات بوصفها كان تصورا خطيا، أي لا ارتباط بين التركيب والدلالة والتداول، وإنما هناك انفصال بين هذه المكونات، بالتالي كان تصور خطيا. عندما نعود إلى بعض القضايا هناك كذلك بالنسبة كذلك هناك غوغل التي تحدثت عن ما يسمى بعدم كفاية المقاربات التركيبية في حل إشكال الضمائر العادية، ومقال تحت عنوان لانسيفيزونس دي سوليسيون سانتاكسيك لو كا دي زانافور. بالتالي فإن أن غبول نعم بطبيعة الحال أن منحة تداول تقريبا. والحديث عن السياق كما قلت هو السياق دائما يكون متعدد المعاني، ليس هناك سياق واحد. إذا لاحظنا مثلا مع سبيربر وويلسون فالسياق هو عبارة عن افتراضات زيبوتيز، السياق مجموعة من افتراضات، ويتحدث عن نموذجين نموذج كود الشفرة ونموذج استدلال لانفيرونس. هل هو استنتاج أو استدلال؟ هناك ترجمات لأنه ربما من ناحية تداولية هو استدلال، لأن هذه الاستدلالات هي عند كذلك البلاغيين الكلاسيكيين مثلا في كنايات عن قاضي الرجالي فلان كثير الرمادي، فهناك مراحل استدلال يصل من خلالها المتكلم السامع أو المخاطب إلى قصد المتكلم كونه مضيافا. إذا هناك مراحل استدلالية، هي استنتاج قد تكون استنتاج بمعنى الريادي، ولكن هي استدلالات بمعنى التداولي، فهو يستدل في كل مرحلة يستدل، وهذا ما قام بكذلك سون. إدماج فلسفة اللغة عن طريق ما يسمى المحتوى القضاوي والفعل اللغوي، لاحظ طبيعة الحال المحتوى القضاوي دائما تكون ثابتة، إلا أن مثلا سول عندما تحدث عن الأفعال هو أخرج الإحالة من الدلالة، واعتبر أن الإحالة هي مسألة تداولية، وأنها تعلق بالمتكلم ولا تعلق مثلا بالجملة أو المرفوض. بالتالي كل هذه القضايا تطرح إشكالا، لأن ما يتحدث عن تشومسكي هو جوانب سورية تتعلق بالكفاية، وهي قواعد مجردة، ولكن المتكلم أو السياق هي أوامر خارجية. ربما سينجح هذه التيارات اللي ستنجح في دمج هذه القضايا، ولكن كما دافعت أنت عن أمري من منظور التركيبي، بمعنى أن المتكلم في التركيب ليس هو المتكلم في التداوليات، بمعنى هو المتكلم في التداوليات هو عنصر حقيقي، ليس معطى نظريا، ليس متعلقا بالذهن القواعد المجردة. وهذا النقاش ربما هو شيق، ربما يمكن أن نستمر فيه ونخوض فيه، وهو شيق ممتع. وأنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المحاضرة القيمة، وأفتح الباب للمناقشة. دقيقة التي عادتني شخصيا إلى سنوات الإبداع، إلى المعاهد الدولية للسانيات، إلى جلاو، إلى الأيام اللسانية الوطنية والدولية. إذن هو موضوع ضارب في التقنية،
موضوع يطرح قضايا جديدة، يعني يؤكد أن اللسان لا يقول دائما كلاما مكرورا، إنه مبدع. لقد فتقت طاقة المعلومات وأسهرتها وأرسلتها إلينا في حلة جيدة جدا، ممتعة جدا، فجزاك الله خيرا. اتحاضرتها ربما لمدة ساعتين وأتيت من مكان بعيد، فشكرا جزيلا لك، وشكرا للسادة الحضور الكرام، وشكرا للمتتبعين الذين يفهمون ما هو دقيق في اللغة، ونضرب لهم موعدا مع الأستاذ بوداد في محاضرة قادمة إن شاء الله. عزز من شكرا شكرا. وصحبي وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. سيد الرئيس، اتقدم الشكر الجزيل لكم ومن خلالكم لفضيلة الدكتورة فاطمة السلامي مديرة مختبر لسانية وانساق الثقافات، ولمختلف الاساتذة العاملين معنا في المختبر، وايضا الطلبة الاعزاء، شكرا جزيلا لكم. الاستاذة اشارت قبل قليل الى انني قد قدمت من تنغير، وانا ربما ابعد عن صور قادمة من الافاق، ولم انا رشيد يا رشيد بني انا راكب بعيد عليك اصلا. لكن ما اود ان اقول بان هذا العناء لم يذهب سلما، انا لم اضف ولو ساعه واحده من اجل ان احضر الى هذا الدرس الافتتاحي، والحمد لله قد نلت مرادي. فقط المداخله هي عباره عن تفاعل، كنت سطرت مجموعه من النقاط ولكن اتيت عليها تباعا، حقك مفاجاه كما كنقولوا، ولكن لا بأس، بقيت لدي بعض الملاحظات. الأولى هي أن العلم في بعض اللحظات يحتاج إلى نوع من الهزات الإبستيمولوجية، لا بد أن تكون هناك هزات للعلم لكي يتقدم، وأنا أعتقد أن هذا الدرس الافتتاحي يدخل في هذا المجال، وهزة إبستيمولوجية في مجال التركيب صحيح. ولكن أيضا أود أن أعالج على مسألة تشومسكي وتعامله مع الدلالة. هو عندما أقصى الدلالة في البنيات التركيبية في البداية، هو لم يقصها استخفافا بها، ولكنه أقصاها لأنها تحتاج إلى تضافر علوم مختلفة، تحتاج إلى جهد كبير جدا. وهذه مسألة أشار إليها الأستاذ، وأنا تفاعلت مع الأستاذ عبد الرحمن بودرع وشرح لي هذه المسألة، وقال بأن كنا في معرض الحديث عن الصوت والصورة الدلالة والتركيب والتداول، وقال بأن اللغة هي صوت وصورة وأيضا تداول. السؤال الذي ناقشتموه أستاذي، إلى أي مدى يمكن للتركيب أن يرمز المعنى؟ وفي معرض الحديث في المحاضرة قلت أيضا، هل يمكن للتركيب أن يرمز السياق؟ أنا اشتغلت مع الأستاذة فاطمة في أطروحة الدكتوراة، وتبنيت أطروحة ريتزي التي أشرت إليها، وأنه تحدث في كتابه 97 و2001 و2004، خاصة في 1997 Fine Structure of the Left Periphery، أو الربط الأيسر، وتحدث عن إسقاط المواضيع والبقرة والقوة والتصرف. وتفاعلا أيضا مع الأستاذ الرئيس المحترم، من أين يستمد هذا الطرح الذي جاء به أستاذ الفاضل وجاهته؟ هو يستمدها من لغات أخرى. مثلا أنا عندما كنت أبحث وجدت في لغات الأوا أن المصدريك يشير إلى عدم اليقين في القضايا المستقبلية، عكس المصدري صار نطق، ما عرفتش كيفاش كينطق بالضبط، ولكن هذا هو ك وصار. وعندما نعود إلى اللغة العربية سوف نجد بأن النحاة والبلاغيين تحدثوا أيضا على هذه المسألة من منظور يشبه المنظور التركيبي. عندما نتحدث مثلا عن جملة زيد دخل إلى القسم، إن زيدا دخل إلى القسم، والله لقد دخل زيد إلى القسم، اختلاف أدوات التوكيد الموظفة، قال البلاغيون بأنها مرتبطة بحال المخاطب، هل هو خالي الذهن؟ هل هو متردد؟ هل هو منكر؟ ألا يمكن أن نعتبر بأن هذه الأشياء تضمن وجهة الطرح الذي تقدم به الأستاذ الفاضل؟ مديرة المحاضرة، الشكر أيضا موصول للأستاذ الدكتور محمد الوحيدي على هذا العرض القيم الذي استفدنا منه كثيرا. بطبيعة الحال العرض وحاول أن يقيم نوع من الصلح بين الدرائيات والتوليدية بإقحام الدرائية في مكون النحو، وبالتالي سيكون واحد المساج عام
يضبط ما هو دريع ما هو نحو. قرر مجموعة من الأدلة انطلاقا استقى من مجموعة من اللغات التي تبين أن الموضوعين اللي هما المتكلم والمخاطب حاضران حتى في التركيب، ويتم ترميزهما والآثار ديالهم تبدو واضحة جلية في كثير من المقولات، أهمها مقولة التطابق، وقد بين الدكتور بعض الأمثلة من لغات معينة. كذلك يمكن أن أضيف أيضا آثار المتكلم على مستوى الإعراب، حكم أن أشتغل على الإعراب هناك أيضا بعض الآثار التداولية على مقولات الإعراب. فمثلا في اللغة الكورية عندما يسأل السائل ماذا وقع في المصنع، ماذا وقع، يكون السؤال أو يكون المتكلم جهنا بالمعلومة الحادثة، فعندما يجيب المخاطب يقول مثلا احترق المصنع، هذاك المصنع تظهر عليه علامة الإعراب، هذيك علامة الإعراب تدل على أن السائل يسأل لا عفوا عندما يسأل عن مكان الواقعة، المكان الذي وقع فيه الحريق، يقول مثلا احترق المصنع، المصنع تظهر علامة الإعراب عليه، هذيك علامة الإعراب تدل على أن السائل يسأل عن مكان الواقعة، وعندما يسأل مثلا متى حدث الحريق فيقول مثلا ليلا، يظهر إعراب على الليل الذي يدل على مدى على أن هذا المكون أو هذا العنصر هو الذي تبرز أهميته بالنسبة للمخاطب. إذا حتى الإعراب أيضا يرمز لهذه المسألة. السؤال لفضيلة الدكتور هو مثلا إذا كانت هذه الآثار تظهر مرة على التطابق ومرة تظهر على الإعراب ومرة تظهر على مقولات أخرى، كيف نضبط توزيع هذه الآثار على هذه المقولات؟ فمثلا المقولات التداولية بخصوص أهمية عنصر داخل الجملة تظهر على الإعراب، لماذا لا تظهر مثلا على التطابق؟ مثلا ولماذا يظهر مثلا تحبيب وتصغير وكذا مثلا يظهر على شكل تطابق مع تخاطبي ولا يظهر على شكل إعراب؟ هذا هو السؤال وشكرا جزيلا. فقط يعني في بداية 10 سنوات يصير اتجاه أن النحو يعني يبرز العديد من المعاني أو ما يقصده المتكلم في أي سياق، وهذا في الحقيقة يعيدنا إلى فكرة العشرة ديال ابن جيني حينما قال له المتكلم ابن جيني أعلم بشيء مني، لماذا؟ لأنه كان نحو، الفكرة تسير في هذا الاتجاه. فقط ما يواجه النظرية التي أشرت إليها هو مسألة الإطراق أو الحذف. مثلا إذا أردنا أن نؤول الجملة التي أعطيتها يمكن أن نؤولها بالتحليل الذي قدمته، ولكن ماذا عن البناء لغير الفاعل حينما يكون داخل البنية حذف؟ مثلا البنية عادية كما أشرت علي إذا إلى المدرسة يمكن أن نعطيها التحليل ونستحضر المتكلم، ولكن هناك بنيات مثلا من البناء لغير الفاعل والمطاوعة هما بنيتان تركيبية متقاربتان، ولكن حذف الفاعل في البنية الأولى ليس هو حذف الفاعل في البنية الثانية، يعني لأن المطاوعة غالبا ذات طبيعة تكليفية، في حين أن البناء لغير الفاعل هو ذات طبيعة مثلا يمكن أن نؤول موضوع ديني. وهنا هذه النظرية هي الأخرى تواجه هذه المشكلة المتحدث بالإتغار إليبسيس حينما تكون المقولة متغارة داخل الجملة، وكيف نواجه هذا المشكل؟ رقم من تحقيق أنا وتشومسكي بما يخص الإنجاز، وأنتم تعرفون بأن الإنجاز كانت هي المنطلق الذي أسس لي رؤى جديدة فيما يخص الإحصائيات الوظيفية. ربما هذا الموضوع يطرح مشكل بالنسبة الذين يشتغلون على الدرس اللغوي في علاقته بالدرس الإنساني خصوصا في درس اللغة العربية، يعني تداولية الجمل الصوتية في اللغة العربية. قلتم في مداخلتكم بأن المكون الإعرابي وحاسم فيما يخص التمييز ما بين الجمل اللاحنة والجمل غير اللاحنة. أعتقد على أن السياق هنا أو الجانب الدلائعي مهم جدا أيضا في بناء رؤى جديدة في العلاقة الموجودة لا ما بين المتكلم ولا المخاطب، لأن الإنسانية التداولية ربما سقطت هذا الفعل بشكل قوي جدا فيما يخص الأفعال الكلامية ولا فيما يخص النظرة الحجاجية أو فيما يخص مثلا الحوار الاستهزائي. إذا فمنين نقول مثلا في التشريع يعملوا على تعمل تقطيع مقولة فرعية انطلاقا من مقولة عامة، وكل مقولة من مقولة فرعية يمكن أن تخصص الرمز زائد أو ناقص بالنسبة للأسماء زائد مشترك ناقص حي ناقص إنسان زائد معدود إلى آخره، وبالنسبة للأفعال زائد متعدي زائد مبني المعلوم. والاستماتة تبين مسألة أخذ السياق بنظر الاعتبار، ولكن في نهاية المطاف يشار إليه وصفة محايدة ملازمة داخلية، إن كانت سياقية فهي داخلية،
من ثم مستقلة عن السياق، لكي يصبح السياق مثاليا مثل متكلم السامع المثالي. وهذا لأن المشكل هو هذه قيود ديال العلم، العلم دائما في إقصاء. أنا الطالب قال لك لا بير إنجاز طريحا معطي مرتبط بالذاكرة وبالتعاون بالعالم الخارجي، ومن الصعب نمدجة العالم الخارجي قضايا الثقافة إلى غير ذلك. بالتالي فالعلم يشتغل بناء على الإقصاء، طريقة الإقصاء حتى يستطيع نمدجة هذه الظواهر. بذلك يصبح السياق مثاليا كما المتكلم السامعي مثالي بعيد عن الاستعمالات العادية للغة لونغاج أوردينار، لأن هذا الدمج ما بين اللغة العادية ولغة أخرى في إطار التركيب كاين هناك اختلاف بين لونغاج أوردينار واللغة العادية. ليس فقط هي ما يقابل اللغة السورية، وإنما أيضا بالنسبة للأوسطين هي كذلك لغة الأدب في إطار رد تلميذ أوسطين على جاك ديريدا. المقصود باللغة العادية ليست هي ما يقابل اللغة السورية لي لونغاج فورماليزي، وانما اللغه العاديه لغه الحديث اليومي وكذلك لغه الادب. هذه التي اراد اوسطين ان يشتغل عليها، وقد وافته البريه ليشتغل من بعد اوسطين على قضايا التخيل وقضايا قضايا المجاز وغيرها من القضايا. في مقاله بعنوان انك اختلاف، مثلا اذا اخذنا بوني يقلب المعادله عندما تكشف السمات الصورية عن سيادة المتكلم. هنا مقال كون لي تري فورمال ريفيل لا سوفرينتي دو لوكيتور، عندما تكشف السمات الصورية عن سيادة المتكلم. أشار بوني إلى أن البرنامج الثانوي البروغرام مينيماليست عاد التدقيق في هيمنة التركيب، والوحيدة أن هناك رجحان للوجهات وأجرى قبول على مستوى دراسة اللغة الأنظمة الفرعية التي تتفاعل مع التركيب من جهة وتتفاعل فيما بين جهة أخرى. ويتعلق الأمر في هذا السياق بالسواتة والصرافة اللتين تعدان الوجهتين المرتبطتين بالشكل وبالدلالة والتداول المتصلتين بالمعنى. والتركيب بتوليد البنية التركيبية يعمل على إقامة الصلة بين هذه الوجهات. وبين دراسة بوني على أن على مستوى ألسوني يتحدث بعض الألسون الإفريقية، فإن السياق والمقامة والشروط التي أنتجت ضمن الرسالة كل هذه العناصر تؤثر في اختيار موقع الكلمات، لأن العناصر التنوعية التي تؤثر في اختيار موقع الكلمات ماشي العكس. في الجملة بمعنى آخر فإن التداولية هي ما يؤثر في القيود التركيبية المتأتية من المعجم، بمعنى أن ذلك يقلبوا المعادلة، بمعنى التداولية التي تؤثر. بالتالي حتى مقولي ربما في مقاله الإنجليزية يمكن نعطيك العنوان ديالو راه هذاك، يتحدث عن أن التركيب غير موجود. هذه كانت عجيبة القضية، علاش أراد الاستدلال على أن هناك معطيات دلالية، حتى مقولة الفاعل المفعول بغيره التي تستمر هي مقولة دلالية وتؤلف تركيبيا بناء على معطيات دلالية. بالتالي كل ربما مكاولي في ربيع تشومسكي بناء على التحويلات قال بهذا الكلام، وربما يمكن أن لا يكون له سند في الواقع أو فيما هو نظري. بالتالي يبقى دائما هناك إشكال، كما أشرت إلى ذلك أن هناك أن فقط في نهاية المطاف هو الفصل نظري ومنهجي. كل تيار يصف ويفسر اللغة انطلاقا من مرجعيته النظرية والمنهجية. أشكر من جديد الأستاذ وحيدي على هذه المحاضرة القيمة التي تفاعلنا معها، ولا يمكن نتفاعل إلا مع ما هو قيم ومفيد. وأشكر كذلك الحضور الكريم من أستاذات وأساتذة وطلبة أعزاء، وأعطي كلمة للأستاذ وحيدي للإجابة عن أسئلة الطلبة والباحثين الذين طرحوا بعضها فيما يخص هذه المحاضرة القيمة. بداية أنا أبدأ بمجدد سعادتي وشكري للمقدمين وعلى تفاعلهم وعلى لطفهم، شكرا لكم، وهذا فقط من حقا من لطفكم، وإنما نحاول نحن في النهاية طلاب علم ولسنا طلاب حقيقة في حقا، لأن في النهاية كل شيء يتغير. هناك جانب إبستيمولوجي في حقا مثير، وأنا شخصيا كنت دائما
يثيرني وايضا يثير في الاسئله خصوصا في النحو التوليدي. تشومسكي كان هناك كتاب ايديولوجيات لسانيه سميث في حوار مع التوليديين القدامى بوست بالخصوص والفئه التوليديه اللي الذين انشقوا عن تشومسكي في الحقيقه في السبعينات كانت حرب بالمعنى الحقيقي. هاريس يسميها رو هاريس من كتاب سميتو لينغويستيك وورز يعني فيها حروب بالمعنى المادي تستعمل فيها الشيء الوحيد الذي نستعمل فيها هو الدبابات ولكن نتج عن اثار بمعنى هناك اشخاص تركوا اللسانيات هناك من كانوا كلهم كانوا في ام اي تي ولكن خرجوا من ام اي تي وتشتتوا وبقى تشومسكي مهيمن على هناك بعض الاشخاص الذين ظلوا مع تشومسكي ولكنهم فيما بعد المثال ديال جاكندوف الذي تولى وكان صاحب لواء هذه الحرب في 72 ولكن لاحقا فإذا هناك تغير في المقاربات هناك تغير في و تشومسكي طبعا هناك ما يسميه بوستل شخص تشومسكي بيرسون هو اللي عنده واحد التأثير هناك شيء يشير إليه هو تشومسكي يغير الحقائق غادي يتبنى رأيان ثم يعود عنه ثم قد يعود إليه هناك ديناميك وهذه في حقها مرتبطة بمسألة أساسية واللسانية في النهاية هو شخص بالنسبة لتشومسكي لسانية علم علم بالمعنى الحقيقي ماشي علم لا تدخل في الإنسانية ولا تدخل في العلوم الاجتماعية ولكن بخلاف العلوم الطبيعية هناك تغير توليدية الآن ماشي هي توليدية وقد نجد فيها أفكار غير توليدية وأفكار لكن توليدية هي دينامية قارنتها مع النماذج الأخرى قارنتها مع النحو الوظيفي الذي أشرت إليه اللي هو تبنى الفكرة من البداية فكرة أن اللغة للتواصل وأدمجها ضمن بنيته تحدث هناك حديث عن الوظائف الدارعية ولكن البنية بقت هي تقريبا من البداية الأنحاء الأخرى لكن النحو التوليدي هو دائما التغيير كل مرة يدمج صحيح ينطلق من نفس الأسس ولكن تتغير لا التغير ماشي فقط هنا لأن كاين أحيانا أطلع على بعض المواقف هناك أشخاص يتبنون مواقف ضمن نفس النساج ولكن غير حقا تخالف تشومسكي وذكرتني فكرة اللي قال الأستاذ ماكاولي حول التركيب لأن في النهاية شنو المشكل هو تشومسكي كان عنده تصور التركيب فيه هو المركز لكن يعد التركيب لكن عندما أثير مشكل الدلالة واضطر إلى إدخالها كالآلة توجد لها موقع ولكن تتفاعل مع المكونات الأخرى إذا ملي خدمني غادي ديرها بالوظائف اللي غادي دير يا إما تكرر وظائف ما هو موجود أو تعطيها وظائف جديدة وعندما تكرر وظائف ما هو موجود وظائف التركيب مثلا لهذا مثلا جاء من بعد وهذا كتوجد مثلا في علاقة بين المعجم والتركيب العلاقة بين وكتجينا هذه المواقف الصارخة بحال مثلا عندما يقول ليس هناك معجم ليس هناك تركيب في النساج الحالي اللي هو ادناوي كاين تصورات اختي كثيره و خصوصا في العلاقه بين الدلاله والتركيب عندما يقول تشومسكي واخا هو قابل في النهايه بوجود الدلاله كمكون ولكن اعطاه دورا تاويليا ولكن في النهايه في تصوره كما يقول الدلاله هي تركيب في النهايه راه كاين غير التركيب في الحقيقه فهناك نوع من الحشو في الحقيقه وهذا موقف يتبناه كثير من بمعنى كاين واحد التصور وهذا مسألة طرحتها في مقاصد في ضمن اعمال ندوات حول الدلاله والتركيز هو في الحقيقه نموذج يوجد فيه التركيب والدلاله معا وفي حشو في النهايه خصك اما التركيب واما الدلاله ولهذا هذا تنبه له مجموعه من التوليين في البدايه لان تشومسكي هنا كاين مجموعه من التفاصيل تشومسكي عنده واحد التصور في حقه هجين لأنه يجمع بين الاشتقاق والتمثيل كاين عنده قواعد تولد تمثيلات وهذا في حقه هو اللي كيعطينا الحشو
بالمقابل كاين نماذج خالصه، كاين نماذج تقول لك غير التمثيلات، وكاين غير القوم، ليس هناك قواعد. كنلقاو في السيواتا، كنلقاو في، وكاين تصور اخر لا وجود للتمثيل، كاين فقط القواعد. وهذا تبناه إبشتاين اشتقاقيين، لان تشومسكي تبنى موقفا هجينا كيسميه هو الموقف الاشتقاقي الضعيف، فيه القواعد ولكن هذه القواعد تولد التمثيلات. لان بالنسبه اليه كاين التركيب بالمعنى ضيق، وكاين الانساق الخارجيه، وينبغي ان يقع تفاعل. وان التركيب هو الفرضيه بالنسبه اليه، التركيب لا يمكن ان يدخل بنفسه الى هذا اللي يسمى انساق الانجاز، خاصو دائما وجائع كتكون زانترفاس بين التركيب والدلاله، من جهه دلاله ومن جهه تركيب. انا احاول فقط ان اسد باش نعرفوا. فاذا كثير من الاشكال تجي من هذا. تشومسكي يقول ان التركيب هو الصوري، شنو هو الصوري فيه في الحقيقه؟ ما هو الصوري فيه؟ هل الصوري فقط عندما نقول انه هناك قواعد عمياء من ناحية، ملي كنقول مثلا، ملي كنقول بان كاين عملية إغصان، هذه عملية عامة ما فيهاش، ولكن هذاك النساج اللي كنديرها في حقها فيه مكون الدلالية، فيه مكون الدلالية.